الحماق. نزيد قوم البرلمانيين ديالهم كيدايرين كلمات التضخم ما عارفين شي متضخم. الاقتصاد ما هو التضخم؟ نظن باللي على باين على التضخم حاجه كتكون ضخمه. نعم التضخم هذه هي. ما هو التضخم؟ التضخم هو 5.8%. هذا هو الاقتصاد يعيط له التضخم. ما هو التضخم؟ نعم نعم. ما هو التضخم؟ التضخم في الاقتصاد هو على كل شيء اللي راك شايفه. ونتمنى ان شاء الله نتمنى ان السيد وزير الاول وكل طاقم الوزاري ياخذ بين الاعتبار الشيء اللي هو التضخم. التضخم هاو طالع. يعني الوضعيه الماليه تاع البلاد صعيبه، قادرين يعني نروحوا لحاجه اسمها التضخم؟ وش هو التضخم؟ إيه بالنسبه للتضخم احنا ما اعتمدوش غير على البترول، كاينه مصادر اخرى مثلا كالفلاحه. الفلاحه اللي هي ممكن تخرج البلاد. سياده النائب، ما هو التضخم؟ التضخم هو يعني ان تكون السيوله ولا يوازيها يعني في سله العملات ما يوازيها او من الذهب. هذا بحال سي عبد المجيد، النائب الاخراني اللي دوزو دار لهم دخل لهم الفلسفه، تلف لهم عقلهم. انا وتلف لي عقلي بهذا الشيء اللي قال السيوله ما عرفتش داك الشيء كاع قال. يلاه حتى نعاود شوفوا الشيء. عاود النائب، ما هو التضخم؟ التضخم هو يعني ان تكون السيوله ولا يوازيها يعني في سله العملات ما يوازيها او من الذهب. في سله العملات ما يوازي السيوله من الذهب. مالو على هاد الحالات؟ نقول لا لا هذا السير ما حافظو ما فهمش. نقولوا كاع حاول يقول شي حاجه. والمهم هادشي اللي عطى الله، انتم تشوفوا البرلمانيين ما كاينش الكفاءه. بيان سور راه نعاودو نقولوها، راه ما كاينش المؤسسات. ملي تيكونوش المؤسسات تتكون زريبه حظيره. هادشي اللي كاين عند القوه الهاربه. ما واش شوف البرلمانيين كي دايرين، ما فاهمين ما عارفين. واش هادو بيحكموا البلاد؟ ما يمكنش. هادشي اللي عطى الله. ايوا الله يدير دوك داك الشعب القلي هو اللي لا حول ولا قوه له. عييت ما نقولها، الله يدير لهم شي داوية الخير. وهادوك فراسك هادوك في دوك الطوابير وداك الشيء اللي تيشدو، كاينين منهم شي وحدين تيجيو تيجلسو يسبوا البراركه في السوشيال ميديا. هادشي اللي عطى الله. هادشي هكاك دايرين. اش بغيت تلي نزيدكم هاد التاني شويه من الحماق ديالهم؟ شوف اش تيوقع. اول مره سمعتها في حياتي تروح لا قال لك العدس في الجزائر يتم شراءه عن طريق البنك. يلا وي الاخر ديال الاخر. بنك بدر واش تروح دير؟ تروح تخلص في البنك باش تشري العدس. تروح تشري العدس من البنكة هي تخلص حق ال 50 كيلو يعطيوك لو بون وترجع للكوبيراتيف باش يعطيوك تروح توزنو وتروح تقسمو مع اللي شراوه معاك. يعني واش هاد السلطة؟ اسمها فوضى عارمة. فوضى ما يعني السلطة ما قدرتش تتحكم حتى في العدس. دير بالك يا خالتي رانا بديناها بالماء ما كانش، وبديناها بحشاكم الزبلة والفضلات ما كانش. حتى العدس ما عندهمش ميزان. تروح تشري ب 50 كيلو يبيعوه لك اون كرو خاطرك ممنوع يبيعوه اون ديتاي. دونك يقولوا لك روح جيب خمسه وروح زيد واصل اخويا المخرج. كفايت زوج سوايع وعطاونا قال لك تروح تسلك في لابونك يلزم يكونوا خمسه. علاه ما يديروش كيسي كونطابل هنا؟ دخلنا عليه السلام عليكم وعليكم السلام. قالت له العدس وين يتباع؟ قال لي عندنا. شحال تبيعوا فيه؟ قال لي نبيعوا ب 50 كيلو. اذا عندك خمسه من الناس تفضلوا، اذا ما كانش ما نبيعوا بلا لا. معناها هنا راه اشكاليه للمواطن الزوالي. 50 كيلو شكون اللي راح يشريها؟ كوني راح يشري 50 كيلو. 50 كيلو يعني راكم فاهمين هاد السلطه كيف تخمم؟ عباره عن فوضى. شغل كلوا بعضاكم. انا خطيوني برك، انا اللي حاكم السياسه والكرسي وانتم كلوا بعضاكم عدس ولوبيا. هاني جبت لكم قنطار ولا زوج اقسموه بال50 روحوا خلصوا في البنكة ولا على بوندون. يعني مسكين الشعب ضايع لهذا الدرجه. وعقد ما تبقى ساكت عقد ما يزيد يسرحوا بيك ويخليوك ضايع. ايوا انتم هذا تشوفوا عاود الثاني. انا كري غلاتي شاش كاين. نزيدوكم الشعب كي داير. وحتى داك الشعب دوك الناس، هذا فيديو قديم بيان سور قديم، اي فوقيت الانتخاب ديال سي عبد المجيد. الناس اللي كانوا منافسينو غادي نشوفوا التكوميكا تاع الناس اللي كانوا منافسين سي عبد المجيد. لا يهم من تكون المهنه. ممثل كوميدي جيت اليوم باش نترشح لرئاسه الجمهوريه. السيد سعيد عمامره
فنان جزائري وكاتب وصحفي ورئيس الأمن الدولي. لا تهم الهيئة الهندام ولا المظهر، لا يهم المستوى التعليمي ولا المكان الاجتماعية. أحي عندي والوزير وأنا ما قريتش، ما نكذبش عليك، كافية. يكفيك فقط بطاقة التعريف الوطنية وطلب مكتوب باليد حتى تتحصل على استمارة التوقيعات من أجل الترشح لرئاسة الجزائر. برنامج تاعي عنوان تاعو لنبني الجزائر معا. أنا مترشح ثقيل بإذن الرحمن الرحيم، 30 سياسة 30 سنة سياسة في الظل. وما يجيش نرشح روحي في الظل 30 سنة سياسة في الظل ما خرجش للشبش كاع. أنا مباشر من قبل الرحمن دوك كاترين جديد من سنة 1990. أشخاص قادهم خيالهم الواسع وأحلام اليقظة إلى مقر وزارة الداخلية، هنا يودعون شخصيتهم القديمة ليدخلوا في تقمص دور شخصية الرئيس، رئيس الجمهورية. حبيت مثلا الأم اللي ماكثة في البيت بما أنها تربي الأطفال على الأقل يديروها مليون في الشهر، تقعد تربي ولادها على ظلها من على مليون. برنامج كيما الناس نخدم البلاد ونسقم إلا كتب الله، تخسيف راح يفوت عليا أنت راكنية. شخصيات خرجت عن المألوف وحولت مبنى الدكتور صعبان إلى مسرح، أين تفنن كل واحد منهم في صناعة الحدث على طريقته الخاصة. نابليون كي كان رئيس، كيفاش كان نابليون؟ كان بتيتوم وأناني هم وراني طويل عليه شوية. ما ناكلش البطاطا أنا، الرئيس ياكل البطاطا. سي الميتال بنابليون اللي قتل الآلاف والآلاف الناس. إيه هذا هو ستيك ديريكت يا الدراهمة، كاين الدراهمة سبحان الله. ما نعتمدش على جيل تاع التسعينات، أنا جيل التسعينات أنا سميتو جو طابل. أنا باتو فتيتوارات وخاصني يديرو شو هذا مترأس رئيس قال لك جيل التسعينات استعملوا ولا سماه جو طابل. وكان يعني بات برا والشعب الأمريكي يطالب بأنني أن أكون رئيسا عليهم، ولكن أن أتمنى أن أكون رئيسا على بلادي بلاد الشهداء والأبرار. ساعة الحسم تقترب. واش هو خوت عبد المجيد هذا؟ كتب لك كلهم بحالو، يقدر حتى هو متخرج معاهم. أيام قليلة ويسدل الستار عن مسرحية الراغبين في الترشح، يعطي المجلس الدستوري كلمته الأخيرة كاشفا عن فرسان قصر المرادية، لكن سيبقى هؤلاء في الذاكرة. حصة من بالنازلات المعقات والدماء الزاكية الطاهرات، نحن ظلنا في حياة الأمبات وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر، فاشهدوا 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 على أبوي مات. وانتم ماذا تشوفوا؟ واشتم خذ عبد المجيد أما وملي قاعد داروا شويه الصناعه قال لك طور السي عبد المجيد طور. سمعتوا ها السياره الكهربائيه شتيها تمشي ب 10 كيلومتر في الساعه. واجي ليه طلع جبنا نديرو سيرج الجدال، نزيدكم شويه نزيدكم شويه ديال الحلوه. الحلوه اسماء الحلاوي في الجزائر، وراه راه من الاسماء من كل شيء تيبان لك البلان. شوفوا معايا السميه اي شد روحك مليح. وصفتنا علينا هاليوم خشخاش الخشخاش الفم. وثاني حلوه سهله اللي هي كحلوش وقلب ابيض. وقلب ابيض اللي هما وذنين القاضي والا زيد المهم الدبله. خلي السكرفاجه وكاين اللي يسموها اصابع السكرفاجه. وثاني وصفتنا علينا هاليوم حلوه عين البقره. وصفتنا علينا هاليوم هي الوصفه اللي طلبتوها مني بزاف واللي هي بوسولة نسو. قلت لكم وصفة صبيعة العروسة. صبيعة العروسة؟
معروفه بزاف حنا في الجزائر يسموها صب الرشرش. صب الرشرش صبيعه العروسه، يعني هذه وصفه خاصه. شو طفيرات العروسه قال لي بيزار. والله لا بيزار. ان شاء الله راح نديروا تشارك العريان. شراك العريان. وصفتنا لنا اليوم حلوه مول الشاش. هيا بركه مول الشاش. سمعتوا معايا مول الشاش وصبيعات العروسه. والله يجعل شي بركة. بينا نسالي لكم هذا الفيديو بهذا اللقطة الكوميك. قال لي كاسيد. لا هذه ما عرفتش واش بصح نيت ولا لا، واش كتبها حفيظ الدراجي ولا لا، ولكن لقطة كوميك. قال لي قد نخسر لقب لكن أحدنا شرب الحليب. أنا وي هذا الشيء اللي عطا الله. شنو نديرو؟ بصح تو فازيدي اللي شرب الحليب، اللي جا وشرب الحليب في المغرب بصح تو. على تيسالي الفيديو ديالك ترن اللايكات الله يرحم الوالدين باش الفيديوهات يوصلوا للناس كاملين. والكري غلات مرحبا بكم، هادو احنا تنضحكوا حنا وياكم، اي بالضحكوا بالنشاط كما عدت المغاربه الحمد لله، اي بالضحكوا بالنشاط. خليناكم على خير وتسناونا الكري غلات في الفيديوهات الجايين، ومرحبا بالمغاربه كاملين. هو هذاك